بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم من نتعلم كيف نغير أسماء الملفات. في البداية أنا علمتك بالفيديوهات السابقة طريقة تغيير اسم الملف كان على نظام الويندوز أو كان على نظام الماك. مراجعة سريعة لأن هنا كيف ممكن أنت تغير اسم ملف داخل الوركينج دايركتوري. في أنظمة الماك واللينكس راح نستخدم MV هي old name file new file name، يعني بتعطيني الاسم القديم تكتب لي الاسم الجديد. معنى MV معناتها move، هتقول لي move يعني تنقل، بقول لك صح. انت ممكن تعطيني هنا باث قديم تنقل مثلا ملفك من الديسكتوب تنقله للداونلود، فبتعطيني باث الجديد للملف. لكن مش موضوعنا احنا اليوم، موضوعنا انه باستخدام move بقدر اغير الاسم القديم الى اسم جديد، وهذه الطريقة برضو بتزبط في الجيت باش. في CMD في الويندوز اتعلمنا الرينيم. الرينيم بتعطيه الاسم القديم وبتكتب له الاسم الجديد وراح يتغير الاسم بهذا الاسم الجديد. إذا ناسي الأمور هاي كلها راجع محاضرات الكوماند لاين كانت للويندوز أو كانت نظام الماك. موضوعنا اليوم اللي هو كيف نغير الاسم في الستيج أريا والريبستوري. الأمر جدا بسيط، get move أعطيني الاسم القديم واكتب لي الاسم الجديد اللي بدك إياه يصير، وهذا الأمر شغال على حالتين لو كان في الستيج أريا أو كان في الريبستوري. خلينا نجرب مع بعض. في البداية لازم أشيك على حالة المشروع، هاي get status والأمور عندي إياها تمام. خليني أنشئ ملف جديد وخليني مثلا أسميه note2 .text، وهي تم إنشاء ملف جديد. Get status قال لي تم إنشاء ملف جديد وهو لسه مش مرفوع على الستيج أريا لأنه لونه أحمر. بقول له get add، بحكي له هون note 2 enter. فالمفروض إنه هسه ارتفع على الستيج أريا. ممتاز، هاي بحكي لي نيو فايل باللون الأخضر، معناته تم رفعه على الستيج أريا. بعد ما رفعناه على الستيج أريا اكتشفت إنه اسم الملف كاتبه غلط، كان لازم أمسح 2 وأكتب مكانها 3. شو راح تسوي؟ بقول لك بكل بساطة بتكتب كلمة get بعدين move وأعطيني اسم الملف القديم واكتب لي هسا اسم الملف الجديد، أعمل سبيس بعدين اسم الملف الجديد note3.text، هاي انتر. اعطاني مباشرة ايرور، قال لي مين هاي MO هاي انا كاتبها غلط. حتى هو مساعدك قال لك هذا الامر كأنك انت بتحكي MV، هذا حلو في الجيت، الجيت دائما راح يساعدك اذا انت خربطت. اقول له صح، خلنا ارجع اعدلها على السريع وهاي MV انتر، المفروض انه تغير. خليني اتاكد من الجيت ستاتوس. شو بحكي لك؟ انت في عندك نيو فايل، اللي ما رجعني من اول، لا خلاني في الستيج اريا بس خلاني اياه نوت 3. حتى لو طلعت هون بالضبط خلاني اياه نوت 3. خلينا هسه نرفعه على الروبستوري. جيت كومنت داش ام، فنحكي هون انك انت عملت اد اضافه لملف جديد اسمه note3.text، هاي رفعته. get status برضو كتبت كلمة status هنا غلط، انا قاعد بوريك انه كيف الجيت قاعد بيساعدنا. احكي لي لا انت قصدك status، بقوله كلامك صح، هاي get status وهي انتر. بحكي لي هنا اني امورك كلها تمام. بعد ما رفعته على الريبستوري اكتشفت اني انا مسمي الملف اسم خاطئ ولازم يكون اسمه note1 مش note3. شو راح نسوي؟ الموضوع جدا بسيط، get move بتعطيه اسم الملف اللي انت حابب تغيره، هاي note3، بعدين بتكتب له اسم الملف الجديد note1.text انتر. أول إشي اسم تغير عندي هون وصار اسمه note1.text.
خليني اشوف الجيت ستيتوس. شو حكي لك هون؟ لك تطلع معاي صار في عندك تعديل، فلازم انت تعمل كومنت. قال لك انا رجعت لك الملف اللي كان اسمه نوت 3، رجعت لك اياه على الستيج اريا لانك انت غيرت عليه خليته نوت 1. حتى حكي لك رينيم، فلازم تسوي انت في الحاله هاي تعمل جيت كومنت داش ام، فنكتب هنا رينيم نوت 1.txt انتر. خلينا نجرب هسه الجيت ستاتوس بالضبط مشروعي نضيف. اتمنى كانت افكارنا واضحه، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافيه.